أهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفقرة دي هنواصل فتح ملف الأحوال الشخصية وهنناقش مشكلات قانون الأحوال الشخصية الحالي المعمول به حاليا بشكل حيادي وموضوعي. هدفنا هو ضمان حقوق كل الأطراف من الأمهات إلى الأباء، ويمكن قبلهم دايما أنا بقول الأبناء. النهاردة ضيوفي من أصحاب الشأن لأنهم من نواب ونائبات مجلس الشعب، عايزين نسمع منهم طبيعة حجم المشكلة من واقع جولاتهم الميدانية، إيه اللي بيوصل ليهم من أرقام معلومات عن توابع الصراعات بين بعض المطلقين، والأهم إيه اللي عند البرلمان لتلافي ثغرات القانون الحالي، وإمتى ممكن يكون عندنا قانون أحوال شخصية جديد. اسمحوا لي أرحب بضيوفي، السيدة النائبة مارجت عازر عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان. أهلا بك يا سيادة النائبة. أهلا وسهلا. معنا كمان النائب الدكتور نادر مصطفى وهو أمين سر لجنة الثقافة والإعلام مجلس النواب. سيادة النائب أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، وحبدأ يعني بسيادة النائبة، كلمينا عن مشاهداتك تصوراتك لحجم المشكلة الموجودة بين بعض الآباء والأمهات، يعني بعد الطلاق خلال سنوات الحقيقة طويلة مش بس السنوات الأخيرة. طيب خليني في الأول أطمن كل البيوت المصرية، لأن في الحقيقة أنا طبعا حاسة، وده من المكالمات اللي بيجينا ومن السوشيال ميديا ومن الكلام ده كله على مواقع التواصل الاجتماعي، إن في قلق كبير جدا وخاصة عند الأمهات المصرية بسبب قانون الأحوال الشخصية. أنا عايزة أقول في الحقيقة، أنا عايزة أطمنهم إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة جدا اللي الدولة مهتمة بيها جدا جدا، ولأن الأسرة هي نواة المجتمع فإحنا مهتمين تماما بالأسرة ككل، مش بس بإنصاف المرأة على الرجل أو الرجل عن المرأة. وزي ما حضرتك قلتي، إحنا المهمة الأساسية هو الحفاظ على الصحة النفسية للأسرة، لأن في الحقيقة الأولاد هم الأهم، لأن هم اللي طالعين للمستقبل وهم اللي هيبنوا مصر المستقبل. وبالتالي احنا بنفكر ان يبقى المشاكل نحاول نذللها بكل يعني كل العقبات اللي موجوده نحاول نذللها بقانون الأحوال الشخصية. وبالتالي قانون الأحوال الشخصية مهم جدا، ولذلك احنا مش مستعجلين فيه بالشكل اللي بيتقال عليه، متأنيين جدا. هيبقى فيه حوار مجتمعي واسع لكل الأطراف، سواء الرجل والمرأة والمتخصصين في رعاية الأطفال ومجلس القومي للمرأة. هيبقى نقاش واسع علشان نستطيع ان احنا نخرج بقانون متوازن للأسرة المصرية. وبالتالي وبالتالي حتى القوانين اللي تقدمت من الزميلات هما ثلاث سيدات ورجل، يعني عندنا أربع قوانين في المجلس، في الحقيقة بيتناقشوا حتى القرار اللي احنا خدناه ان احنا مش هنغير مادة لكن احنا هنغير القانون ككل. وطبعا المشاكل اللي بتتعرض ليها قانون الأحوال الشخصية ممثلة في النفقة، في مدة في النفقة، في الرؤية، في سن الحضانة، في الولاية التعليمية. كل ده أنا أعتقد إن إحنا بندرسه دراسة جيدة من كل أوجه اللي تصب في صالح الأسرة المصرية. ممتاز. سيادة النائب، شايف ازاي برضو حجم المشكلة او الخلاف الموجود عندنا في ملف الأحوال الشخصية، واسباب تفاقم يعني هذه الخلافات ايه؟ لا شك ان يعني عندما نتحدث عن مجتمع بيتطور وبتدب في اوصاله فكرة التنمية في كل الاجزاء اللي على ارض الوطن، بنشوف ان لا، النهضة التشريعية اللي بتحصل دلوقتي، العديد من القوانين، العديد من الملفات بيتم فتحها، ربما في الماضي لم تكن الأمور يعني بهذا الشكل. الآن بنتصدى لكل المشاكل القديمة اللي عندنا. واحدة من أهم المشاكل هي مشاكل المجتمع، الظروف اللي بيمر بيها يعني أبناء الوطن، الظروف اللي بتمر بيها الأسرة المصرية، مشاكل ما بين الزوج والزوجة، مشاكل أسرية، لابد أن كان يبقى فيه تعديل لهذا الأمر. ربما 100 عام هي عمر القانون، بعض التعديلات طرأت عليه في مراحل، في مادة أو مادتين. ظروف مجتمعية مختلفة تماما، مجتمع يختلف تماما في ظروفه وملابساته وما يمر به عن التاريخ الماضي. فبالتالي احنا محتاجين اليوم ان احنا ننظر نظرة تطوير إلى
هذه المنظومة القانونية؟ هل نعدل في جزء بسيط منها؟ بالتأكيد العديد من نواب الشعب شايفين أن احنا في حاجة إلى منظومة قانونية جديدة شاملة تحل العديد من المشكلات منذ اليوم الأول لدخولنا البرلمان، والمواطن يسأل متى يتم تعديل هذا القانون. في اعتقادي أن احنا اليوم بنطرح على المجتمع هذا الحوار المجتمعي الواسع، اذهب إلى النائب القريب منك، تحاور معاه، تحدث من خلال الإعلام، وضح رؤيتك، وضح مشاكلك، وضح في الماضي كانت ما هي أزمتك في التعامل مع هذا القانون. طبعا ملايين الأسر بتذهب إلى المحكمة، وأعداد ربما أكثر من التي تذهب إلى المحكمة تعاني ولا تمتلك مثلا النفقات الكبيرة والمدة الطويلة للتقاضي. ومن ثم علينا اليوم تيسير هذه الإجراءات، علينا اليوم حل ما تعرض له المجتمع والأسرة تحديدا، وعانى رجال وسيدات وأبناء لفترات طويلة من عوار. طيب في هذه القوانين يعني بعد مرور حوالي 100 عام فعلا على وجود هذا القانون، صدور قانون الأحوال الشخصية في مصر، قولي لي لأي مدى شايفة ان احنا محتاجين يبقى عندنا قانون أحوال شخصية يعني يناسب المتغيرات اللي طرقت على المجتمع في 100 سنة دول يا ست نائب؟ لا طبعا احنا محتاجين في الحقيقة لامبارح مش النهاردة ان يصدر قانون يحل مشاكل كثيرة جدا وكل ما طرأ على المجتمع من تحديث. احنا يعني اخر تعديل لقانون الاحوال الشخصيه سنه 2000، وفي الحقيقه حينما تعدلي ماده او اتنين لازم تبصي على مضمون القانون ككل. يعني انا النهارده لما اعالج مثلا قضيه الرؤيه، ما انا محتاجه ابص لقضيه النفقه، يعني محتاجة تربطيها بسن الحضانة برضو ومرتبطة بسن الحضانة. عموما أنا عايزة بس أطمن الأمهات عشان سن الحضانة ده عامل مشكلة كبيرة جدا. أنا عايزة أطمن كل الأمهات إن الدستور المصري بيحمي المرأة المصرية، بيحمي الأسرة، لأن ما دون 18 سنة بيعتبر طفل. فسن الطفولة يعني منصوص عليه في الدستور، فانا مش عايزه حاله الهلع وكل ما يقال. مش ممكن يكون في قانون لا يتوافق, مع الدستور، فبالتالي انه التخوف من خفض سن الحضانه ده مش ملوش اساس. انا مش عايزه يبقى في حاله هلع، لان في يعني ناس بتحاول بقدر الامكان تعمل قلق داخل المجتمع بكلام ما بيحصلش خالص ومش مصار حتى في النقاش. لكن في الحقيقه احنا محتاجين لقوانين طبعا، يعني ويمكن عدد من الاطروحات اللي اتحلت، زي مثلا احنا عندنا عدد كبير من الطلاق، نسبة الطلاق عالية جدا، وخاصة من سن احنا الاعلى عالميا بالظبط نسبة الطلاق للأسف. ودي يمكن خلتني في وقت من الاوقات اطرح قانون ان انا اعلي سن الزواج او ارفع سن الزواج شوية. يمكن يكون المجتمع يعني لسه مش متقبل ده، لكن على الاقل لابد ان احنا يعني نغير ثقافه المجتمع بان احنا نقول ليه عايزين سن الزواج يبقى مرتفع شويه، مش 18 مش 16 مش 18، ليه يبقى 21، ليه بعد سن الرشد. دي حاجه اخرى يعني. انما في الحقيقه احنا محتاجين طبعا تغيير لقانون الاحوال الشخصيه ولعده اسباب. وكمان كان في قانون انا شايفه انه مناسب جدا، ان واحنا بنكتب عقد الزواج نكتب فيه شروط متكامله، نستطيع يبقى حتى لو مش القانون هيحكم بيها لكنها بتبقى قرينه على الاقل. يعني مثلا احنا مشاكلنا كلها في كيفيه حساب النفقه، انت واحنا حضرتك بنكتب عقد الزواج على الأقل ممكن يبقى فيه
بند من البنود بيقول ان الزوج يتقاضى مبلغ كذا، وعند النفقه مثلا هيبقى لها النص، هيبقى لها التلت. هو في حد مرتبه بيفضل ثابت يعني؟ ممكن يطلع وممكن ينزل، ويعني بيطلع مش هينزل يعني. اذا كان تاجر لا، بقى اذا فقد عمله يعني، او اذا غير مجال عمله. ما هي دي حاجات ثابته يعني، ما هو حضرتك دي حاجات ثابته. لكن يعني اقصد انه هل نقدر نحدد المرتب في عقد الجواز وبعد 20 سنه هيفضل نفس المرتب؟ لو انت هتشوفي لا، ما هو حضرتك هيبقى قرينه ده من كام سنه، ايه المنسوب اللي يعني يتقال انه عند الزواج كان مرتبه كذا طبعا. لكن ان انا اقول ان انا، ما هو انا باجي اتجوز اقول انا امكانياتي الماديه كذا وكذا وكذا، واتفاخر واتباهى، وبعد ما بيحصل المشكله تيجي تقول لا، يقول لك انا ما عنديش، انا عندي 1000، ده انا مديون يعني، ويجيب ورقه تعاقد، وبعدين يحط الام ويحط اخته المطلقه، وتبص تلاقي الزوجه طلع لها ملاليم، وده طبعا شيء يعني بيزعج الاسره، بيعمل بقى خصومات للاسف بيجنيها الاولاد. ولذلك في الحقيقه يعني كذا اطروحه ممكن قوي، واحنا بنعمل النقاش المجتمعي توصلنا الى حلول. طيب شفنا حاجة تانية زي لجان المشورة اللي عاملاها الكنايس، ان يبقى في تدريب، ودي كانت ناجحة في الحقيقة يعني، تجربة ناجحة. ممكن قوي نعملها كنموذج، ان يبقى في لجنة كده بتدرب الزوج والزوجة قبل الجواز، قبل يعني يقعدوا معاهم، ويبقى في شوية ارشادات ونصائح. يبقى في ارشادات ونصائح طبعًا. ويعني ايه في يعني ايه في مشكلة لده. لان طبعا احنا كمان عندنا سن الزواج صغير يعني، صحيح. سن صغير جدا، فالبنت بتبقى فرحانة في فستان الفرح، وانها تنتقل من ولاية ابوها، وهتبقى هي المسؤولة، فما ببقاش ما بتبقاش مدركة ما هو قيمة الزواج، تتغاضى عن عيوب كتير ممكن تبقى شايفاها علشان عايزة تلبس الفستان. لكن انت لما بتدربيهم وبتحسسيهم ان في مشاكل هتبقى بعد كده، هتتصرفوا ازاي في المشاكل دي، هتعملوا ايه، هي بتسمع وجهة نظر وهو بيسمع وجهة نظر، بيضطروا يعرفوا عقليات بعض ايه. طيب سيادة النائب، يعني هل في دولة أخرى في العالم عندها قانون استمر طول، قانون أحوال شخصية بقصد، استمر طول هذه المدة حتى وإن كان دخل عليه بعض التعديلات زي ما حصل في حالتنا؟ بالتأكيد يعني، بنظرة سريعة ونظرة مقارنة للاستفادة من الخبرات الدولية المتراكمة، والاستفادة من تجارب الدول، واستنباط دروس مستفادة بقى من كل ما يحدث، بالتأكيد لن يستمر قانون يتعلق بحياة الناس وظروفهم الاجتماعية. طب مين اللي يتحمل مسؤولية هذا الاحتقان يعني، اللي تسبب فيه التأخير؟ هو يعني معلينا ابقى مارجريت هانم بتتكلم عن التوعية. التوعية، شوفي حضرتك كام مؤسسة من الممكن أن تساهم معنا طبعا في عملية التوعية هذه؟ هل المؤسسة الدينية فحسب؟ هل التعليم بمدارسه وجامعاته؟ المجتمع المدني يستطيع أن يقوم بدور رائع وهائل طبعا. وقد كانت هناك العديد من المبادرات، لكن لم يكتب لها النجاح المرجو. نستطيع من خلال هذه المبادرات أن نوعي يعني، للأسف الشديد الإعلام طبعاً يعني دور رئيسي وأساسي. بالتأكيد أن التوعية للظروف والمشكلات التي يمر بها المجتمع، والظروف التي يعني تودي بنا في النهاية إلى أن نشهد 24% نسبة طلاق، يعني من كل 100 هيتجوزوا في لا قدر الله طبعا. احنا عندنا ايه 250 حاله طلاق في اليوم، حاجه يعني يعني عدد كبير. والاخطر ايضا مليون قضيه امام المحاكم، فتكدس رهيب. بالتاكيد لابد ان يكون هناك حل. عزائنا ان القياده السياسيه يعني مقتنعه تماما بدور الاسره، بالدور اللي المفروض يحدث، سواء الاصلاح على المستوى التشريعي او تجديد الخطاب الديني، والاثنين هيصبوا اذا اضفنا اليهم مساله التوعيه والتثقيف الخاصه بهذه النقطه تحديدا. ولكن انا سعيد قوي ان معالي النائبه بتتكلم عن التطمين، ان ينبغي على المجتمع ان تقر عينه، ان يهدأ، ان القانون المزمع التشاور عليه او مشروع القانون سيتم النقاش بجو معتدل، جو هادئ، جو يستمع للجميع ولا يولي وجهة نظر على الأخرى. فإذا كان هناك من ينظر إلى يعني الزوجة، فبالتأكيد هناك تقريبا نفس العدد الذي ينظر إلى الزوج،
وإذا كان هناك من يتحدث عن الطفل فهناك من يتحدث عن الأسرة ككل. وأعتقد أن وجهة النظر إن شاء الله ستكون يعني جامعة، لن يكون هناك أي نوع من أنواع المحاباة، بالعكس نحن نرغب في حل هذه المشكلة المزمنة كما حلت على العديد من المشاكل. يعني هي لن تكون زي فيروس سي، ولن تكون أبدا زي الأنفاق بتاعت قناة السويس، في اعتقادي يعني أن احنا حلينا حاجات كتير قوي، وأنا الأوان أن احنا نتطرق لهذه المشكلة تحديدا. طيب، أهم المشكلات في رأيك ست النائبة الموجودة في القانون الحالي، قانون الأحوال الشخصية الحالي، إيه النقاط اللي بتتوقفي أمامها؟ الرؤية عاملة لنا مشكلة كبيرة جدا. الحضانة طبعا، ترتيب كمان الحضانة عامل مشكلة كبيرة جدا. ترتيب الحالي اللي هو الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأب، الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأب ثم لا ثم أخت ثم أخت الأم الخالة، يعني الخالة ثم العمة في الآخر الأب. فده عامل مشكلة في بعض الأسر بشكل غير عادي. طبعا زي ما قلت لحضرتك الرؤية، الولاية التعليمية طبعا عاملة مشكلة رهيبة جدا جدا، ان الولاية التعليمية دايما بتبقى للأب ويستطيع ان هو ينقل اولاده من مدرسة لمدرسة، دي عاملة برضو وبيحصل مشكلة. انه بيحصل فيها نكاية، يعني نوع من النكاية. الرؤية طبعا عاملة مشاكل كبيرة جدا، الاستضافة عاملة مشاكل رهيبة جدا، وعندهم مليون تخوف، والأمهات عندها حق، والأبات الأولياء الأمور الرجالة عندهم حق، لأن لازم نجد حل جذري يطمن الأم في الاستضافة، ولازم يبقى فيه التزامات للأب عشان يستطيع أنه يستضيف أبنائه يعني. فده لازم يكون موجود في القانون، يعني ما دي عاملة برضو حالة هلع للأمهات، أنه ممكن الأب وما يبقاش خطف ابنه، يعني يروح استضافة فما يرجعش، ودي عاملة حالة من الزعل عند الأمهات، وعندهم حق، ولازم يبقى في قواعد للاستضافة يقوم بيها الأب عشان خاطر الأم تبقى مطمئنة. بعض طبعا المشاكل كتيرة جدا في الحقيقة، القانون فيه مشاكل كتيرة جدا. طيب، شايف الكلام ده ازاي، وهل ليك ايضا ملاحظات على القانون الحالي المعمول به الان يا ست النائب؟ انا في اعتقادي ان دور التشريع في هذه الاوقات الصعبه اللي بيمر بيها الوطن يعني اساسي جدا، لان كان هناك مشاكل عديده في الاسره المصريه عبر يعني سنوات طوال، ولكن هذه الفتره تحديدا من عمر الوطن احنا بنمر بتحديات كبرى. المواطن المصري اثبت بطوله في الأعوام القليلة الماضية، وقف إلى جوار دولته، ساندت الدولة، ساندت ربة الأسرة الدولة بشكل كبير، وتحملت أعباء، تحملت الأسرة المصرية خلال الفترة الماضية أعباء اقتصادية، الأعباء دي بالتأكيد نتج عنها جزء من المشكلات، ساندت الأسرة الدولة. وفي اعتقادي أن هذا هو الوقت الذي تقوم الدولة أيضاً بـ 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 برؤية الأسباب والظروف وكيف يمكن أن نساند أيضا. اليوم في اعتقادي أن هذا القانون سيزيل جزء من المشكلات، سيحسن الأوضاع قليلا. بالتأكيد الأعداد الكبيرة التي تذهب للقضاء بالتأكيد يعني سيساهم هذا القانون في حل جزء من المشكلة. وهذه ربما يعني الرؤية اللي أنا بتطلع ليها، يعني ياريت لو نستطيع من خلال هذا القانون تخفيف جزء من الأعباء عن الأسرة الخاصة. يعني لا يمكن تكون مثلا الزوجة اللي تركها زوجها وهي تبحث عن دخل لمساندة أسرتها في هذا التوقيت تحديدا قادرة على الإنفاق على المصاريف اللي بتطلبها فترات تقاضي طويلة. تحديد النفقة ده مهم جدا، يعني لابد أن ننظر أيضا إلى المرأة التي بتجبر على يعني أن يعني ألا تستطيع استكمال حياتها بشكل طبيعي، لأن بمجرد الزواج من آخر يعني ستفقد حضانتها أو تفقد مصدر للدخل أو غيره من الأشياء التي كانت بمثابة الثغرات في القانون. ننظر إلى كل هذه الثغرات بعين الرحمة بالأسرة المصرية، بعين الرفق بما أنتجته هذه الثغرات من سلبيات على الأسرة، ونجد مخارج، نجد
أساليب قانونية بتفاعل الجميع، بتفاعل الأزهر مع الكنيسة، بتفاعل المجتمع المدني، بسؤال كل الأطراف عن أساليب مبتكرة لحل المشكلات، ومن ثم نستطيع حل الأمور المتوارثة والتي أصبحت يعني إضافة على المشاكل اللي بتمر بها الأسرة كما ذكرت ست النائبة. طيب في ضوء القانون الحالي ست النائبة، يعني كلميني عن كم القضايا اللي موجودة في المحاكم وتأثير ده إيه على المجتمع؟ لا احنا عندنا تكدس رهيب جدا 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 في المحاكم من القضايا، سواء النفقة أو الطلاق أو الخلع أو كل ده، عندنا تكدس رهيب جدا، وده ضغوط شديدة جدا حتى مع محكمة الأسرة اللي أصبحت النهاردة بتقوم بدور كبير جدا. يعني محكمة الأسرة كثير من القضايا كمان بيحلوها ودي، يعني مش بطرق التقاضي. ومع ذلك احنا عندنا، لأن زي ما سيادة النائب ذكر، احنا عندنا حوالي 24% نسبة المطلقين، وعندنا تلت الأسر امرأة معيلة، وللأسف الشديد معهد ناصر بيتكبد نفقات كبيرة جدا 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 بسبب عدم الوفاء بالنفقة. وللأسف الشديد محتاجين ان احنا نمحي ثقافة ان انا اكيد بالام او اكيد بالاب بالاولاد، فيصبحوا الاولاد يعني. حتى انا عايزه اقول يعني لكل اسره مصريه، في الحقيقه انا ممكن اختلف، لكن مش هختلف على حبي لاولادي او ان هم يطلعوا مواطنين سويين، وده الاهم. يعني زي ما انا بعتني بالصحه بصحة أولادي، أنا كمان محتاجة أن أنا أعتني بالصحة النفسية للطفل. وبالتالي على كل أب وكل أم لا يكيدوا لبعض، واللي بيدفع الثمن الأساسي هم الأولاد. فالأب اللي بيكيد الأم من أنه هو ما بيأديش النفقة المالية اللي عليه، أو يتهرب من النفقة، أو ياخدهم ويخدهم في الرؤية ويخطفهم ويخطفهم، أو يعمل في الولاية التعليمية ينقلهم من مدرسة لمدرسة علشان الأم صحيح تبقى بتتكبد مشقة فوق المشقة عشان توديها. كل ده وفي الآخر بيضايق أولاده، وكل ده بينعكس على الأولاد. كل الحقيقة هذه الثغرات، ده بعض الآباء مثلا في الرؤية تروح الام، ما هي مجبره انها توديها له، لانه لو ما ودتهالوش مرتين يعني، فهي توديها له المكان اللي المفترض يشوفه فيه. وانا مش راضيه ابدا ان الاب يشوف ابنه، ما انا 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 بتكلم كاسره مش مع صف لا المراه ولا رجل، انا مش راضيه ابدا هذا الطفل بالظبط. انا مش راضيه ابدا ان الام تاخد ابنها وتقعد تستنى الاب بالساعات عشان يجي، عشان هي بتنفذ القانون بس الرؤية. ومش راضية أبدا إن الأب يبقى علاقته ساعتين بابنه في يعني بتاع ده مركز الشباب. في الحقيقة كل ده لازم يتحط له حلول وضمانات للأم عشان تبقى راضية وسعيدة وهي مودية ابنه عشان صلة الرحم، والأب يبقى عنده ضمانات إنه يشوف أولاده ويستطيع إنه يربيهم بالشكل اللي هو عايز ان ولاده يطلعوا حاملين اسمه بنفس الشكل. ففي الحقيقه كل هذه المشاكل يجب علينا ان احنا نراعيها في القوانين. يعني انا بشوف ان الزعر اللي موجود هو قانون الرؤيه، قانون الاستضافه عامل زعر للامهات طبعا، وانا معاهم تماما في ان خوفهم ان ياخد، يعني انا هودي الاستضافه مثلا يومين. وبعدين المشكله بقت اوسع من كده، إن في الحقيقة كل واحد فيهم بيحاول يبرأ نفسه ويطلع الآخر مذنب، فالأولاد بيتشتتوا. إحنا محتاجين مع القوانين، لأن مش القوانين اللي هتضبط لنا كل الأشياء، مع القوانين ثقافة مجتمع. لابد إن إحنا نراعي الأسرة المصرية عشان ما يبقاش عندنا خلل داخل المجتمع. يعني لازم كل الأب يبقى حريص جدا في تربية أولاده، وإن هو يطلعهم أبناء سويين، والأم نفس الكلام. وأنا بوعد، لأن في الحقيقة إحنا عندنا 90 نائبة موجودين في البرلمان مهتمين جدا بقضايا الأحوال الشخصية، عندنا برضو نفس الكلام من النواب الرجال. وأنا عايزة أقول وأطمن كل بيت
بالتأكيد لو أنا زوجة ومظلومة، أنا عندي ولد، يعني أنا عندي ولد برضو مهتمية جدا إنه يبقى القانون سوي ليه، وبرضو ال 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 النائب بيبقى عنده بنت وهكذا. فإحنا في الأول وفي الآخر مش هنيجي مع الست على الرجل، ولا هنيجي من مع الرجل على الست، قد ما احنا بنحاول بقدر الامكان نعمل نقاش مجتمعي واسع في كل الاطياف عشان نوصل لحلول ترضي المجتمع من كل اطراف المجتمع. طيب المجلس يا سيادة النائب بيدرس حاليا عدد من مشاريع قوانين الاحوال الشخصية، مقدمة طبعا من نواب مختلفين او حتى من خارج مجلس النواب. كلمني، وصلتوا لفين؟ هتعملوا ايه فيما يخص هذه القوانين؟ المناقشات اخبارها ايه؟ مارجريت هانم بتقول في 90 نائبة في المجلس، وكل نائب عنده بنت. أنا عندي بنتين. فالمسألة يعني فعلا لابد أن تكون متوازنة، ونحن في النهاية يعني أقسمنا على مصالح هذا الشعب، ومن ثم لابد أن يكون المواطن مؤمن أن هؤلاء الأشخاص لن يحيدوا عن هذا القسم، ولن ينظروا إلا للمصلحة العامة للمجتمع. وكما ذكرت، كلنا من مصلحتنا أن يتم التعامل مع هذا الأمر المتعلق بالمجتمع اللي هو الأساس لهذه الدولة، أن يتم التعامل معاه بشكل راقي، بشكل متزن، بشكل ينظر إلى المشكلات. ولو نظرنا إلى كل مشاريع القوانين المقدمة لنجد أنهم يجدوا حلول لكل ما يطرأ على أذهاننا. كل المشاكل التي نتحدث عنها هناك قوانين تتعرض لهذه المشاكل وتنظر إلى التوازن، وتنظر إلى، وأعتقد أن إذا نظرنا إلى تصريحات العديد من السادة النواب الذين تقدموا بمشاريع قوانين لضبط هذه المسألة، كلهم بيؤكدوا أنهم ليسوا منحازين لأي طرف، أنهم وجدوا عواراً في مشروعات القوانين السابقة وسعوا إلى حلها. العديد يتحدث عن نقاط ربما أغفلها القانون الماضي، فترة الخطبة على سبيل المثال، العديد من المواقف، المؤسسة الدينية أيضا طرحت رؤيتها القائمة على صحيح الدين المعتدل الوسطي التي تحوي أيضا رؤية فيها تجديد للخطاب الديني. العديد من السادة النواب طرحوا قضايا قانونية تنظر إلى المجتمع، تنظر إلى مشاكل أبناء دوائرهم اللي من اليوم الأول وهم بيطالبوا بتحسين هذه الظروف. لا يمكن أن أذهب لأرى ابني خلال ساعة، خلال ساعتين. لا يمكن أن تستمر حياتي كزوجة بهذا الشكل مع تلاعب الزوج مثلا وعدم إقراره بحق الأولاد في التعليم. للأسف الشديد كما ذكرت، في ظل الظروف التي تعيشها الأسرة اليوم، وجدنا العديد من الأباء بيتنصلوا من مسؤوليتهم الأساسية وهي الإنفاق على أسرهم ورعاية أسرهم. وجدنا برضو العديد من الأمهات لا يقوموا بدورهم تجاه أسرهم بالشكل الكامل. ومن ثم على القانون أن يحدث هذا الالتئام والتوافق بين أطراف المجتمع المختلفة. مسألة الذهاب للمحاكم في اعتقادي إنها يعني لن تكون الحل. أكيد. علينا أن نبحث عن أساليب جديدة، علينا أن نستمع إلى أولئك الذين قضوا عشرات السنين من عمرهم في قضايا ربما أثرت سلبا على أبنائهم وأثرت سلبا على المجتمع ككل. طيب ستة نائبة عندك تعقيد. أنا هقول لحضرتك، أنت عايزة حضرتك تقولي إحنا هنعمل إيه في القوانين. إحنا في الحقيقة عايز أعرف وصلتوا لفين فيما يخص هذه القوانين، يعني وهنتكلم في تفاصيلها، لكن الأول الوضع إيه بالنسبة للقوانين وفكرة الحوار المجتمعي اللي حضرتك اتكلمتي عنه، اشرح لنا أكتر. هل فعلا ده بدأ يحصل ولا لسه هيحصل؟ أنا بس عايزة أطمن كل الناس إن ممكن قوي أنا أعرض قانون، ده مش نهاية المطاف. أنا بعرض قانون من وجهة نظري، والزميل الآخر بيعرض قانون من وجهة نظره، وعدد كبير، وحتى المؤسسات المعنية والمجلس القومي للمرأة عارض قانون، المؤسسات الدينية عارضة قانون. ومع ذلك أنا عايزة أطمن الناس إن ولا قانون من دول هو نهاية المطاف، لأن القانون
بيتناقش بشكل واسع قانون، كل قانون على حدة في اللجنة التشريعية، ثم تجمع كل هذه القوانين في ورقة كده مادة مادة كل وبيتم المقارنة والأفضل للأسرة في كل مادة، بيتم التعديل. كل نائب من النواب ال 598 بيدلوا بدلوهم، ثم بعد كده هيتم مناقشة مجتمعية واسعة، ويتم برضو التعديل والنقاش مرة ثانية ويعاد صياغتها مرة في اللجنة التشريعية، ثم تعاد إلى الجلسة العامة ويتم مناقشتها بشكل واسع من كل النواب تاني. فأنا عايز أقول إن كل اللغط اللي موجود داخل مواقع التواصل الاجتماعي ده، حتى لو قانون فيه حد شايف إنه ظالم ليه، دي مش نهاية المطاف. أنا أقول اللي أنا هل يعني أنتوا بدأتوا فعلا الحوار المجتمعي الجلسات؟ لا إحنا استمعوا ما بدأناش الحوار المجتمعي، إنما في حالة حوار دائم بالنسبة لكل القوانين المقدمة والتعديلات فيها، لأن مقدم القانون بيبقى متواجد في اللجنة التشريعية وبيتم مناقشة المواد بتاعته، وهو يعني بيسمع وممكن أو يعدل وهو موجود، أو ممكن اللجنة تعدل وبيتم التصويت عليها داخل اللجنة، وده يعني عملية معقدة وصعبة وبتاخد وقت كبير جدا. وأنا بقول لحضرتك عشان أهمية هذا القانون، احنا مش مستعجلين قوي ان احنا نطلع قانون نضل كل سنة نعدل فيه. يعني احنا محتاجين ان احنا نسمع كل الاطراف، نلم كل القوانين، نعمل نقاش مجتمعي واسع، نسمع اراء المتخصصين في سواء المتخصصين في التربية النفسية، في ال رأي الدين، رأي المرأة، رأي الرجل، لازم نسمع ده كله. وفي الآخر إن شاء الله مش هيصح إلا صحيح، لأن كمان الإرادة السياسية اللي موجودة حريصة جدا 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 على أن يستقيم الأمور بالنسبة للأسرة، لأن إحنا كلنا مؤمنين تماما إن الأسرة هي نواة المجتمع، وإذا تم إصلاح الأسرة تم إصلاح المجتمع ككل. طيب البعض شايف يا سيادة النائب أنه القانون الموجود حاليا يعني بيستخدم الأطفال، بيستخدم الإجراءات كمان القانونية كأداة للتعسف ضد الطرف الآخر، يعني الطرف بيستخدمه ضد الطرف الآخر، رأيك إيه في هذا الكلام؟ طبعا يعني القانون في حد ذاته أكيد يعني لم يقصد المشرع إطلاقا إحداث هذا الأثر السلبي الكبير، ولكن هذه هي ممارستنا للأسف الشديد للقانون، هذه هي الطريقة التي تعاملنا بها، والتي يعني منبعها بالتأكيد ثقافتنا وظروفنا الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية والعديد من الأمور المتشابكة التي أوصلتنا في النهاية لهذا المنعطف الخطير اللي للأسف الشديد يعني وضعنا أمام هذا الكم الهائل من حالات الطلاق، والكم الكبير من المشاكل الأسرية، بعضها في ساحات المحاكم وبعضها لم يرقى بعد إلى هذه الدرجة. ومن ثم إحنا علينا يعني دور كبير في إزالة كل هذه المشكلات السابقة. ربما يعني العديد أساء استخدام المواد القانونية وأساء التعامل مع أسرته، وأساء أيضا تربية هذا الجيل اللي للأسف الشديد يعني الأمر لا يتعلق إطلاقا بما نعيشه اليوم، ولكن بما سنقدمه للمجتمع من أجيال في المستقبل. هذه الأجيال ستكون يعني للأسف الشديد ستحمل إرثا من كل هذه الخلافات التي مرت بها، التأثير على نفسية الأبناء، التأثير على المجتمع بشكل كبير. ومن ثم علينا النظر إلى كل هذه المشكلات، علماء اجتماع بقى، علماء نفس، أساتذة جامعات، متخصصين في قضايا التربية وقضايا الأسرة والمجتمع. ومن ثم النظرة إلى هذه الأمور هي التي
ستعطينا بارقة الأمل في مادة قانونية تحل المشكلة أو تتعامل معها. هل إحنا بنتكلم في تعديلات ولا بنتكلم في قانون جديد؟ قانون جديد، قانون شامل، يعني قانون شامل للأحوال الشخصية. يعني أنا عايزة بس أقول لحضرتك مثلا، يعني زي ما حضرتك قلت مثلا الضغط اللي بيحصل، يعني مثلا المشرع وهو بيتكلم عن الولاية التعليمية هو كان يقصد بالتأكيد مش الكيد في الأم فإن الابن من المدرسة، لا إطلاقا، هو كان يقصد المسؤولية المادية، المسؤولية المادية طبعا. فبالتأكيد ثقافة المجتمع وما يحدث مش بيبقى يعني للأسف الشديد المشرع لا يقصد هذا، المشرع بيضع قانون للإصلاح، استخدامنا السيء ليه ده اللي بيعمل، يعني حينما وضع النفقة فوضع النفقة لأن الأب لابد أن يقوم بنفقة أولاده، صحيح، لكن ما حطلوش يتهرب، يعني ما حطلوش هو المسؤول عن الإنفاق يعني. طيب، ومسؤوليته كأب. طب شايفة أهمية بقى هذا القانون الجديد بتكمن في إيه؟ تأثيره هيبقى إيه على المجتمع يا أستاذة ماركت؟ يعني أنا أأمل أنه يحل عدد كبير من المشاكل اللي إحنا شايفينها وبنتعرض إليها دلوقتي. أأمل أنه يضع ضوابط في النفقة للأمهات عشان يستطيعوا أنه ما أو ما يبقاش في تحايل على إثبات دخل الأب. أتمنى أن يبقى في حل لمشكلة الرؤية والاستضافة، يبقى في حل لوضع ضوابط لالتزام الأب في اتجاه أولاده في الإنفاق، ومعاونة الأم في أنه يبقى يعني أمام مسؤوليته أمام أبنائه، مش المادية فقط ولكن المادية والتربوية. يعني أنا أتمنى أن احنا نحط، وأنا يمكن لما اقترحت مشروع بقانون مقترح أن يبقى عقد الزواج محطوط فيه اشتراطات كثيرة جدا يعني تحل هذه المشاكل، مش بس النفقة، إنما في الاختلاف تبقى الحضانة لمين، لغاية إمتى. ده مش عيب أبدا إن أنا أحط ضوابط، زي ما أنا بحط ضوابط للمهر والشبكة والمؤخر أحط ضوابط لو حصل خلاف ونبقى متفقين عليه. أتمنى إن يبقى، مش طبعا مش ده مش حل نهائي، لكن أتمنى إن القانون يضع حلول لمشاكل كثيرة جدا عاملة رعب للأسرة المصرية. طيب، فكرة الرؤية فعلا من المشاكل اللي موجودة عندنا في القانون الحالي اللي عاملة مشاكل بين الأم والأب. قولي أولا، هل في دول أخرى بتطبق نفس النظام؟ لأن أنا قريت إنه بعض المختصين بيقولوا إنه لا، إنه فكرة قانون الرؤية أو أسلوب الرؤية الموجود عندنا ما هواش أمر منتشر يعني في الدول مختلفة. وقولي القانون الجديد ممكن يتعامل مع الجزئية دي إزاي؟ يعني إيه المقترحات فيما يخص هذا الشأن؟ بالتأكيد عندما وضع المشرع لهذه الوسيلة بالتأكيد كانت الظروف بتاعة المجتمع مختلفة تماما، لم تكن المرأة هي المرأة التي يعني نجدها اليوم بتشارك الرجل في كل حياته وتتعلم كما يتعلم وتقوم بدورها بهذا الشكل. بالتأكيد يعني أكيد مسألة التواصل ومسألة صلة الرحم كانت يعني كانت هي يعني لم تكن مختلفة. أمور كانت في الماضي ما زالت موجودة اليوم، الأمور العاطفية والاجتماعية لم تتغير كثيرا، ولكن ظروف المجتمع يعني ممكن تبقى تغيرت. ظروف المجتمع يعني هي التي تغيرت. العلاقات الأسرية تغيرت قوي يا سيادة الناس، عشان كده حتى صلة الرحم اتغيرت وقيمتها عند الناس مش زي ما كانت زمان. عشان كده يمكن لو رجعنا للسمات الأساسية في الشخصية المصرية هنجد حبه للأسرة، ده المفروض، حب إنما الدنيا اتغيرت وللأسف يعني فيما يخص الترابط الأسري للأسوأ. وعلينا أستاذ ريهام بقى علينا أن نسعى إلى استعادة هذه القيم. ربما يكون القانون والتوعية خطوة
في الطريق الصحيح لاستعادة هذه القيم. المصري طول عمره فكرة الرؤية ممكن يتم معالجتها ازاي في القانون الجديد؟ أنا شايف ان احنا علينا ان نتغاضى عن كل السلبيات الماضية. يعني ايه المانع ان يصطحب الأب الأبناء ويمكثوا معه فترة؟ هقول لك المانع بشروط. يعني هقول لك المانع طبعا اللي احنا سمعناه كتير من الامهات اللي معترضين على فكرة الاستضافة، انه في كتير حالات بياخد الولد وبيخفيه وما بتشوفوش تاني، فبيقولوا ايه اللي يضمن لي انه الولد يرجع لي مرة تانية؟ القانون هيعالج دي ازاي؟ ان الاب من حقه ياخد ابنه يبات معاه فعلا في بيته وينام في حضنه، من حقه، لكن ايه اللي يضمن للام ان الولد ده يرجع تاني؟ لان دي برضو مهمة وده حقها. الشروط والالتزامات وايضا العقاب، العقاب الذي ما هو العقاب موجود، بس يعني ورغم ذلك بتحصل حالات الاختطاف. يمكن سماع ايضا سماع التجارب المختلفه والسعي الى وصول الى رؤيه وسطيه. للاسف الشديد مثلا لو احنا يعني محافظاتنا واسعه، يعني انا النهارده لو غيرت اقامتي لو غيرت اقامتي في اي محافظه من الصعب جدا انك تحصل عليا، يعني تحصل على مكاني عشان استرد ابني. وفي الحقيقه دي محتاجه القانون لازم يعالجها بشكل زي ما احنا قلنا، ضوابط محدده بيتخذ على الاب، اقرارات ان عدم السفر باولاده الا باذن من الحاضن، والمده وقد ايه، ويكون الاول قبل ده كله بينفق وملتزم بالنفقه، ملتزم بالنفقه وملتزم بالاحسان الى اولاده، خلقه منضبط، حاجات كتيره جدا لابد انها تبقى اشتراطات. وفي نفس الوقت عقاب رادع اذا حدث طبعاً. اذا حدث اي اساءه في التعامل او استخدام هذا يعني الانفراجه اللي هتحصل، اذا حدث اي اخلال بيها يكون هناك عقاب رادع. هذا العقاب يمنع تماما مجرد حتى التفكير في ان احنا يعني نستغل هذه المساحه من سعة الصدر. لا ممكن، لكن لازم يتحط له عقاب. لازم يتحط عقاب رادع. عقاب رادع كمان زي ايه؟ زي عقوبة. الحبس مثلا. عقوبة غرامة وحبس طبعا الاثنين. طب البعض شايف يا استاذه مارجريت انه القانون الحالي الموجود حاليا منحاز اكتر للمراه، بعض خلينا نقول ان يعني بعض الرجال شايفين كده ان هو منحاز اكتر للمراه وان هو محقق مكتسبات اكتر، خصوصا فيما يخص مثلا سن الحضانه اللي حياتك بتطمني الناس بتقولي ان مش هيتم المساس بيها. هلا سن الحضانة، يعني أنا يعني يعني أنا أنا أعتقد إن سن الحضانة أو تغيير سن الطفولة دي يعني من رابع المستحيلات، لأن إحنا الدستور المصري بينص على ما دون 18 سنة يعتبر طفل. إحنا كمان مضيين على مواثيق دولية بسن الطفولة، وبالتالي أي طفل هو محتاج لأمه إنها ترعى، وبالتالي أنت معترفة إن ما دون 18 سنة يعتبر طفل. انت ده عندك يعني سؤال، هو القانون الحالي بيدي سن الحضانه لحد 15 سنه؟ 18. امبارح كان معانا استاذه مها ابو بكر محاميه بالنقد وقالت لنا 15 سنه. فالقانون لا طيب. هو المفترض ان 18، مفترض انه 18، فبتقولي ان مش هيبقى في مساس بده؟ لا ان شاء الله، يعني اتمنى ده وان شاء الله ده مش هيحصل. يعني هل انتوا اخدتوا فرصه انكم تطلعوا على بعض المشاريع القوانين مثلا؟ يعني انا اطلعت على مشروعات بعض الزملاء السيدات والرجال، يعني استاذه عبله كانت مقدمه قانون، استاذ سلاف برضو كانت تقريبا مقدمه، نائب محمد فؤاد. نائب محمد فؤاد طبعا ده اللي نائب محمد فؤاد بيتكلم في سن الحضانه، اللي عامل طبعا لان هو بيتكلم في خفض سن الحضانه. سن الحضانه ده من رابع المستحيلات، من رابع المستحيلات ان احنا نتكلم فيه. يعني انا اعتقد انه من رابع المستحيلات ان احنا نتكلم فيه، لان فعلا الطفل محتاج لامه ل 18 سنه، ويعني ما كانش اكتر. يعني حضرتك عايزه تزودي السن مش كده؟ لا هي بتقول انه طبقا للاتفاقيه الدوليه للحقوق الاطفال، يعني طبعا احنا لن نحدد سن الطفوله 18 سنه، يعني مش سنه. والمجلس القومي كمان مش على وشك 2020 المجلس القومي للمرأة طبعا، مش هنحدد احنا سن الطفوله، لان هذه فعلا الامر متعلق بمواثيق دوليه والدستور هذه طبعا، ومصر ضمن هذه المواثيق الدوليه، فاحنا مش هنخرج يعني وتم الارتفاع بالسن الى هذا الحد مثلا حتى نضمن
يعني شروط معينة تتوافر للشباب لكي ينهوا مسألة تعليمهم وغذائهم و... طب هل القانون أو مشاريع القوانين اللي موجودة عندكم حاليا واللي هيتم طبعا دراستها ومناقشتها إن شاء الله في الفترة اللي جاية، هل بتتعامل أيضا مع مشاكل أخرى خاصة بالزواج، تنظيم الزواج والطلاق طبعًا. مشكلة طبعًا. الطلاق الشفهي اللي الرئيس تكلم عنها بأكتر من مرة، والحقيقة بيبقى في ضحايا كتير لهذا طبعًا. الطلاق اللي بعد ما بيطلقها شفهيا يقول لك ما فيش ورق وما فيش ما يثبت، تعدد أيضا الزوجات وكيف يتم التعامل وكيف يتم الأثر، وده أيضا يعني جزء ثقافي، جزء خاص أيضا بتطوير خطابنا الديني، جزء خاص بملائمة تشريعاتنا وخطابنا الديني لما يتم من متغيرات. إذا لم نستطع من خلال القانون ومن خلال الخطاب الديني أن نتطرق للقضايا والمشاكل اللي حاليا بتؤرق المجتمع، فما هو دور القانون إذن وما هو دور الخطاب الديني؟ هل هيبقى في حل؟ ده السؤال الأخير أستاذة مارجت عشان الوقت. هل هيبقى في حل في القانون الجديد؟ البرلمان بيعمل مثلا على فكرة توثيق الطلاق الشفهي لحل هذه المشكلة، لأنه بيبقى ليها ضحايا كتير سواء من السيدات أو من الأطفال أيضا. طبعا أعتقد أن قانون الأحوال الشخصية هتطلق لكل ده. إحنا اتكلمنا على الرؤية والحضانة لأن دي هي المشاكل المثارة، لكن قانون الأحوال الشخصية طبعا هيتطرق لكل ما يتعلق بالأسرة المصرية، سواء من الطلاق الشفهي، من الخلع، من كل ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية. وإيه اللي تم إنجازه حتى الآن في هذا الملف؟ كلها مناقشات، يعني كلها مناقشات. أي مرحلة دلوقتي؟ بس هو مشروع القانون يعني مشروع القانون القادم من الأزهر تحديدا في هذه النقطة، يعني بمراعاته طبعا للشريعة الإسلامية، أعتقد أنه هو يعني وجد العديد من الحلول لمسألة الطلاق الشفهي. يعني القانون بيتحدث عن أساليب، لكن أنا بتكلم عن قانون الأحوال الشخصية بشكل عام. إحنا في أي مرحلة دلوقتي فيه؟ مرحلة نقاش. وبعدين أنا زي ما بقول للناس ما تستعجلوش أو أنه يطلع قانون وبعدين نجد فيه ثغرات. إحنا محتاجين ان احنا ندرس كويس كل المشاكل اللي موجودة عشان نستطيع ان احنا نحط لها حلول مرضية للكل وللأسرة لسون الأسرة المصرية، ودي اهم من اي حاجة تانية. انا بسعى وانا بنشتغل في القانون ان احنا نحمي الأسرة المصرية، نصون الأسرة المصرية، نحمي الطفل المصري انه يبقى شخصية سوية في المجتمع، ما يبقاش الخلافات مؤثرة على شخصيته. هل يحدث يعني القانون الجديد تغيير؟ احنا عندنا مثلا لو اتكلمنا عن نسبة الطلاق، احنا للأسف الدولة الأعلى في الطلاق في العالم، عندنا حوالي معدل 250 حالة طلاق في اليوم، وغيرها طبعا من المشاكل الكتير اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده فيما يخص الاحوال الشخصيه. هل تتوقع انه يحصل تاثير ايجابي على المجتمع اذا اصبح عندنا قانون احوال شخصيه جديد يراعي حقوق وواجبات والتزامات كل الاطراف ويراعي الطفل كمان ومصلحه الطفل اولا؟ انا متفائل خيرا جدا بهذا القانون تحديدا، واذا ذكرنا نقطه الطلاق ايضا تحديدا، فانا في اعتقادي ان دعوة السيد الرئيس الكريمة لتجديد الخطاب الديني في اعتقادي أنها وجدت صدى، وإن شاء الله سيكون هذا القانون واحد من القوانين اللي تبدأ تغير شوية في منظورنا لأمور قديمة في ديننا بشكل وسطي وبشكل معتدل، منها قضية الطلاق، وأنا متفائل جدا برؤية الأزهر تحديدا لهذه المادة. أنا بشكرك شكرا جزيلا طبعا سيادة النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام مجلس النواب، شرفتنا ونورتنا. والنائبة السيدة مارجريت عازر عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان، شرفتينا يا سيادة النائبة. أشكركم طبعا شكرا جزيلا، وأشكر السادة المشاهدين، وخليكم دائما مع إكسترا نيوز. إلى اللقاء.